كان سي ساعد شورت فيديو. السلام عليكم، إليكم أفضل كاميرا هاتف في العالم شاومي 12S أولترا. يقدم شاومي 12S أولترا تجربة تصوير مميزة بالتعاون مع شركة لايكا مع وجود ثلاث كاميرات خلفية. الكاميرا الرئيسية مستشعر واحد بوصة سوني IMX 989 بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم تقنية السوبر بيكسل لدمج 4 بيكسلات معا في بيكسل واحد بحجم 3.2 ميكرون، بالإضافة لدعم ميزة التركيز التلقائي وتثبيت البصري OIS. وكاميرا أولترا وايد بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجا بيكسل مع دعم ميزة التركيز التلقائي ودعم وضع الماكرو. وكاميرا تليفوتو مقربة بيريسكوب بفتحة عدسة 4.1 بدقة 48 ميجا بيكسل مع دعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لدعم نمطين لتصوير من لايكا ومجموعة من فلاتير لايكا، بالإضافة لدعم التقريب البصري حتى 5X والتقريب الرقمي حتى 120X. وكاميرا سيلفي أمامية بمستشعر RGBW بدقة 32 ميجا بيكسل. هذا هو وحش الهواتف ووحش الكاميرا شاومي 12S أولترا.